بسم الله الرحيم. نتقدم بأسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وإلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ونسأل الله تعالى أن يديم أعيادنا وأفراحنا سنين مديدة وأعمارا طويلة. قولوا آمين يا رب. آمين. حياكم الله.